السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله تعالى فرض على عباده الفرائض وأوحى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبليغ ذلك إلى أمته، فكل صلاة وصيام وحج وزكاة إلى آخره من الفرائض كانت عند الله تعالى أوحاها إلى نبيه وبلغها بدوره إلى أمته، وهكذا. فإن أي عبادة تسمى توقيفية، أي تتوقف مشروعيتها على استئذان الشارع واعتباره إياها، وما عدا ذلك من صلاة إذا لم تكن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم مشرعة فإنها بدعة، والبدعة هي إدخال ما ليس من الدين في الدين، وعندها فإن العبادة التي لم يشرعها الشارع تعد غير مشروعة وغير معتبرة. ومن يدري، فلعل ما نفعله دون إذن الشارع من العبادة التي هي التقرب إلى الله ستكون مبعدة عن الله تعالى، بل سننال سخطه وغضبه. ومن هنا فنحن لا نتعدى النص الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم في إحداث أي عبادة لم يأمر بها، وليس لأحد الحق في تشريع عبادة معينة، فإذا شرعها أحد دون النبي صارت تلك العبادة بدعة واستحق بذلك سخط الله تعالى وغضب. وهكذا هي صلاة التراويح، فلم يرد فيها نص قرآني ولا حديث نبوي حتى يمكننا أن نقول بشرعية هذه العبادة. أما إذا كانت مستندة إلى اجتهاد رجل ورأي يرتئيه فهذا ما لا نعتبره مشروعا بل نعتبره بدعة. وإليك بعض ممن اعترف بأن صلاة التراويح هي ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي فعل عمر بن الخطاب وهو أول من سنها. واحد نص الباجي والسيوطي والكتواري وغيرهم على أن أول من سن التراويح عمر بن الخطاب سنة 14، راجع محاضرة الأوائل 149. 2 إن أول من جمع الناس على التراويح عمر، نفس المصدر صفحة 98. إن إقامة النوافل بالجماعات في شهر رمضان من محدثات عمر وأنها بدعة حسنة، راجع طرح التسريب. وراجع كذلك كون صلاة التراويح ليست سنة نبوية في الاستيعاب لابن عبد البر وتاريخ الخلفاء صفحة 137 والأوائل للعسكري صفحة 112 والطبقات الكبرى لابن سعد وصحيح البخاري كتاب الصوم صلاة التراويح وصحيح مسلم حديث 759 كتاب الصلاة باب الترغيب في قيام رمضان. إذن ما هو دليل العامة على مشروعية صلاة التراويح وما هو ردنا على ذلك؟ الجواب: ابتدع أهل السنة صلاة التراويح وهي قيام ليالي شهر رمضان جماعة، ودليلهم أن عمر بن الخطاب هو الذي جمع الناس على إمام واحد ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسنها، بل كانت سنة عمر، على أن عمر بن الخطاب قال معترفا بأنها ليس من تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي بدعة ابتدعها، إلا أنه وصفها أنها بدعة حسنة. قال عبد الرحمن بن عبد القاري: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه في ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمت البدعة هذه. اقرأ فقه السنة للسيد سابق. هذا هو دليلهم، فلم يكن لهم دليل آخر سوى ما ابتدعه عمر على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عنها. وإليك ما رواه البخاري: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن يسر بن سعيد عن زيد بن حارس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال: حسبت إنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليال، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. البخاري كتاب الصلاة باب صلاة الليل. وأحب أن ألفت النظر أنني أستشهد بكتاب البخاري في هذا، لأن هذا هو الكتاب الذي يقولون عنه أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، وهذا ما يقتنعون به، وذلك من باب إلزام الحجة فقط. وأنت ترى صراحة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإتيان بهذه الصلاة، ومن ثم اعترف عمر بأنها لم تسن من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم
بل ابتدعها من عنده، علما أن البدعة هي الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال. وقال ابن السكيت: البدعة كل محدثة، راجع لسان العرب لابن منظور. ومن الغريب تقسيم ابن الأسير البدعة إلى بدعتين، بدعة هدى وبدعة ضلال. وقال: فما كان خلاف ما أمر الله به ورسوله فهو في حيز الذم والإنكار، إلى أن قال: ومن هذا النوع قول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه، لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح، سماها بدعة ومدحها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها لهم. انتهى كلام ابن الأسير. وهذا كما ترى من غريب ما يعتذر به، فاعترافه بدعة وإنها لم يأمر بها النبي ولم يسنها دليل كاف على أنها بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا ما رأوا أهل السنة فضلا عن الشيعة. فكيف تكون بعد ذلك البدعة نوعان، بدعة هدى وبدعة ضلال؟ وهذا العذر يمكن أن يعتذر به كل أحد. فإذا قلنا للسارق: لماذا سرقت؟ قال: السرقة نوعان، سرقة حرام وسرقة حلال، وهذه سرقتي حلال فعلتها طلبا لقوت أطفالي. وهكذا الزنا نوعان، زنا حلال وزنا حرام، فإن الزاني يحتج أنه يزني للترفيه عن نفسه. وهكذا يمكن أن تفتح بابا للأعذار عن كل ذنب ومعصية، ولا يحق لأحد الاعتراض عليه بعد ذلك، على أنه يمكن لأي أحد أن يبتدع صلاة معينة أو عملا معينا ويقول هي بدعة، ولكن نعمت البدعة هذه كما فعل من قبل يا عمر. وأنت تعلم أخي المسلم أن العبادة أمر توقيفي، أي أنها موقوفة من قبل الشارع، فما لم يأمر به الشارع فلا يجوز الإتيان به، فكيف نتعبد بأمر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليست العبادة هي التقرب إلى الله تعالى؟ فكيف نتقرب إلى الله بشيء مبغوض؟ فإن الأمر المنهي عنه مبغوض عند الله، إذ لا ينهي النبي عن شيء إلا كونه مبغوض، فكيف نتقرب إلى الله بشيء مبغوض؟ وهل فتى النبي صلى الله عليه وسلم تشريع صلاة التراويح إذا كانت مندوبة عند الله ومطلوبة؟ فهل غفل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسبقه إلى ذلك عمر؟ سؤال نطرحه إلى كل من رأى محبوبية صلاة التراويح وتشريعها. فإننا نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس سنة أحد، وما عدا ذلك من صلاة إذا لم تكن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم مشرعة فإنها بدعة. والبدعة هي إدخال ما ليس من الدين في الدين، وعندها فإن العبادة التي لم يشرعها الشارع تعد غير مشروعة وغير معتبرة. ومن يدري، فلعل ما نفعله دون إذن الشارع من العبادة التي هي التقرب إلى الله ستكون مبعدة عن الله تعالى، بل سننال سخط وغضب. وليس لأحد الحق في تشريع عبادة معينة، فإذا شرعها أحد دون النبي صارت تلك العبادة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعزنا الله وإياكم من البدع، وشكراً.